بأولى فقراتنا لليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم وهو الاستقالة، يلي بتكون من القرارات الصعبة جدا لأنه تأثيرها على الشخص بيكون مادي ونفسي بنفس الوقت. يعني بعد ما تعود على شكل حياة معين وطريقة عمل ورفقات بيكون مو سهل عليه إنه يمشي، بس الظروف بتحكم أحيانا وبدنا ننتبه على إنه ما نوقع بفخ الأمان الوظيفي لأنه هو أكبر عدو للنجاح، صح ولا لا؟ تماما يا أملي، يعني الاستقالة هي قرار بيحتاج دراسة، يعني ما بيتاخد بلحظة غضب وتوتر. كتير مهم اليوم نحاول على قد ما نقدر نستقيل بدون مشاكل، حتى إذا بدنا نترك يكون احتمال الرجعة وارد والباب دايما مفتوح. حتخبرنا أسرار الاستقالة الذكية ضيفتنا بالاستديو هيا قبيطري، اختصاصية بالموارد البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحكم صبايا. كنا نحكي عن موضوع جدا مهم بالمقدمة، عم نقول عن الاستقالة وقديه بتكون صعبة على الموظف نفسيا ماديا معنويا. قديه اليوم عن جد بتأثر الاستقالة على الموظف؟ مثل ما ذكرت أول شيء، فعلاً الاستقالة هو أحد القرارات اللي كثير مهمة واللي بتأثر على الحياة الوظيفية للموظف، وحتى بتأثر إن كان على الصعيد النفسي أو على الصعيد المادي. على الصعيد النفسي ممكن هو عم بيشتغل بفترة طويلة، صار عايش بتوتر لفترة طويلة، أول ما يستقيل بحس بشوية راحة، لكن مع الوقت فعلاً رح يرجع له التوتر ورح يرجع له القلق، لأنه هو رايح من المعلوم للمجهول. حيكون في عنده قلق على صعيد المستقبل المهني، إنه شو رح يصير معه، هل هو فعلاً رايح على شركة أحسن، بيئة عمل مريحة أكثر، بالإضافة للصعيد المادي. هو بعد ما استقال خسر المصدر المالي الثابت، فهو رح يصير عنده شوية توتر بعد الوقت. لهيك نحن دائماً بننصح أنه أي شخص عنده رغبة بأنه يستقيل يكون عامل خطة مالية لبين ما هو فعلاً يلاقي فرصة العمل الصحيحة لحتى يخفف هيدا القلق وهيدا التوتر. تمام، يعني إذا بدنا نحكي عن العلامات يلي بتدل أنه هذا الشخص خلص أنا وصلت لمكان أو نقطة معينة أنا لازم أستقيل، هذا المكان ما عاد عم يعطيني، عم ياخد مني بس ما عم يعطيني، شو هي العلامات الثانية يلي ممكن تدل أنه خلص أنا لازم استقيل؟ هلا مثل ما قلنا اكيد هو قرار مهم، فلازم يكون في شويه علامات وشويه عوامل لازم نفكر فيهم قبل ما ناخذ اي قرار له علاقه بالاستقاله. النقطه الاولى نشوف انه هل نحن صار لنا فتره زمنيه بهي الشركه، تطورنا وصلنا للحد الوظيفي اللي هو ما عاد يعطينا فرص اكثر للتطور. اذا نحن خلصنا تطور ففعلا رح يصير مع الوقت شويه احباط للموظف، هي نقطه نقدر نفكر فيها. ثاني شيء هو عدم التقدير، الأماكن اللي نحن بنعمل فيها اكسترا افورت دائما بنكون عم نحاول نبذل جهد ملاحظ وما عم بيكون في أي تقدير من الشركة، هي كمان علامة كتير مهمة إنه نحن نستقيل، لأنه حقيقة أثبتت الدراسات بالفترات الأخيرة إنه 65% من أسباب الاستقالة هو ما فرص عمل أحسن، بالعكس هو عدم شعور بالتقدير من الموظف مقابل الشركة. بالإضافة تمام وقت بيكون في عنا أكيد عرض عمل أفضل، بحث عن تحسين الوضع المادي، هدول النقاط هي وقت بتجمع هون نحن منقول صار وقت أنه نحن نقدم استقالتنا. لكن دائما منعطي لحالنا فترة زمنية بين 3 شهور ل6 شهور لنحضر حالنا لهي الفترة الانتقالية لما يكون قرار الاستقالة سريع نكون جاهزين. طيب عن جد نحن في شغلة كثير كنا عم نحكي عنها أنا وماري، شغلة كثير مهمة إنه لازم لما بدك تنسحب من مكان وتعمل فيه استقالتك تقدمها بطريقة شوي ما تكون فيها مشاكل، يعني تترك بود وتترك بطريقة ذكية وتخلي شعره ما بينك وبين هذا الشغل. يمكن أنت بيوم من الأيام استقلت منه بس حابب إنك ترجع له، يمكن بعد سنة سنتين تلاقي إنه ما لقيت فرصة أحسن فترجع للشيء اللي أنت كنت فيه. اليوم قديه هذا الشيء مهم وجدا ذكي من الشخص الموظف؟ أكيد، حتى ممكن مو لانه ما لقيت فرصه احسن اني ارجع له، لاني انا صرت اقوى وصرت اقدر اخذ بوزيشن احسن فانا كان ممكن ارجع له. الاستقاله الذكيه او الاستقاله الايجابيه هذا الشيء اللي نحن كنا عم نحكي عليه، انا وقتها بستقيل ضمن شروط اللي نحن اوريدي متفقين عليها بالعقد مع الالتزام بفتره الاخطار، وبدها تكون الاستقاله مهنيه حقيقه ولبقه، يعني انا اذكر انه انا رح انهي عقدي بهيدا الوقت مع تسليم جميع التاسكات او اعمل هاند اوفر اي زميل او اي بديل جديد.
هذا الشيء رح يحافظ على انه نحن نبقى بعلاقه وديه، وكمان انه نحن نتشكر الشركه على فرص التطور اللي هي قدمت لنا اياها خلال هاي السنين. هذا الشيء كثير مهم ليحافظ كمان على ابواب العمل للعوده مفتوحه. صحيح تماما. يعني اليوم مقابله الاستقاله بتوازي مقابله العمل الاولى بنفس الرهبه ونفس الاحساس يلي بحسه الموظف. طيب هو شو الكلام يلي انا لازم اقوله، شو الطريقه يلي لازم اقدم فيها هاي الاستقاله لفعلا حافظ على هاي الشعره يلي حكينا عنها؟ تمام. الإكزيت انترفيو أو مقابلة الاستقالة هي حقيقة فرصة ذهبية، لأنه نحن نقعد يا مع صاحب الشركة أو مع الـ HR نحكي لأول شيء عن الخبرات اللي فعلا نحن اكتسبناها على مر السنين مع هيدي الشركة، نتشكرهم فعلا على هدول الترينينج اللي عملونا ياهن، هيدا الإفورت اللي هن بذلوه علينا، بالإضافة أنه هون نحن صار فينا أنه نحن نعطي الاقتراحات لتحسين أو تطوير العمل خلال من خلال تجربتنا، بين انه شو في ثغرات، شو في شيء ممكن هي الشركه تشتغل عليه فعلا حتى تكون بيئه العمل هي افضل. وكمان نحن بنتعهد لصاحب العمل بتسليم مهامنا بكامل باحسن شكل، وحتى في حال نحن اوكي استقلنا وخلصت فتره الاستقاله، انا بقدر ساعده للضروره انه اوكي انت بتقدر في حال عندك مشكله تتواصل معي. هذا الشيء بخلي وديه ولباقه بالعلاقه بيننا وبين صاحب العمل. بتصير بالعاده املي؟ بتصير والله، كله بيصير. هلا في شغله كمان مهمه، انه بلحظات الغضب ممكن الواحد يتسرع بقرار الاستقالة، ممكن يقدم استقالته بشكل غير مدروس، ما له مفكر فيه كتير منيح. صح، هون شو بيجي واجب الموارد البشرية والموظف؟ هون كيف لازم نتصرف مع هذا الموقف؟ نحن طالما في ود ومحبة بين الطرفين كمان وفي عشرة، فكيف نتصرف بشكل صحيح؟ دور الموارد البشرية هون الاحتواء دائما، هون مو للنقاش او التوتر بزياده، لا بالعكس. اليوم انا بذكائي كموارد بشريه بحتوي هذا الموظف واقعد معه، بستمع لمشاكله، بشوف شو هي العوائق اللي فعلا عم بيواجهها على مدار كان هالفتره. ممكن انا يكون عندي هو تالنت اكوزيشن، هو شخص انا ماني قدران اخسره، لا انا دوري اني انا ساعده خفف عنه هيدا التوتر، اوعده اني لاقي حلول بديله لفعلا يكون استمراريته معي، واقنعه بطريقه غير مباشره انه هو بده يسحب هيدي الاستقاله. تمام. اليوم في كتير اشخاص بتطلع بزعله وبمشكله وبتطلع زعلانه وبتطلع غلطانه، وبتكون يعني نص الحق على الموارد البشريه والنص الثاني على الشخص ذاته. يوم الموارد البشريه كيف بدها تتصرف في هالحال بحيث فعلا هي ما تخسر علاقتها مع الموظف؟ لانه هو مثل ما الموظف في حاجه علاقته مع الموارد البشريه، اكيد العكس موجود. اكيد مثل ما حكينا انه نحن مهم نشوف شو هي العوائق اللي عم تواجه هيدا الموظف، نحاول انه نحن نخففها، نشوف شو ممكن فرص تطوير فعلا نقدم له اياها. شيء نتمسك بالموظف مثلا؟ ممكن نحن بالنهايه هي للحفاظ على سمعه الشركه والحفاظ على استمراريه واداء العمل. اذا هذا الشخص فعلا هو شخص عندي كي بيرسون ماني قدران استغني عنه بهالسهوله، ممكن خسارته بتاثر على البرفورمانس تبع التيم، فانا اكيد مهم اني انا حافظ عليه وفكر دائما كيف انا بدي احتفظ بهي فعلا الريسورسز يلي نحن بنقول عليها كرمال سمعه الشركه وكرمال قوتها تضل عم تقدم احسن واحسن. طيب ولنفرض حدا تسرع وبده يسحب استقالته ومو عارفان كيف بيصيغ الاستقاله، سحب الاستقاله؟ سحب الاستقالة هي العملية المشابهة لتقديم الاستقالة. أول شيء أني أنا بدي أقدم طلب بسحب الاستقالة، وضح سبب تراجعي عن هيدي الاستقالة، وعودي بأني أنا فعلاً أقدم أرجع أداء أحسن لهي الشركة. أوكي أقول أني أنا تراجعت، رجعت فكرت أنه أنا في إكسبيرينس قدراني أرجع أخذها من هيدا المكان، وأني أرجع كمان أقدم لإلكون شيء مهم لهذا العمل. هي من الشغلات اللي من خلال سحب الاستقالة. لكن حقيقة اليوم أنا ما بفضل إنه نحن يكون في عنا تسارع، هذا الشيء بده يكون أنا عم باخذ هذا القرار بتروي، فأنا حتى وقتها بدي أقدم قرار سحب الاستقالة بده يكون سريع، إنه ما بدي أنطر هنا ياخذوا لقوا حدا بديل وبلشوا بالهايرينج بروسس بعدين إنه أوكي يلا. تماما. إذا بدنا نحكي عن الموارد البشرية، إمتى اليوم الموارد البشرية بتتروى فعلا بانه تقبل هاي الاستقاله، وامتى بتقول لا انا مستعجله وخلص بدك تستقيلي انا موافق استقيلي؟ اوكي حلو. هذا الشخص في حال كان علاقته مانا لطيفه او وديه مع زملائه عم يعمل مشاكل، وكان فعلا في تراجع بالاداء، قدمت له محاولات،
قدمت له فرص تطور يدفعنا انه يلا الله معك مع السلامه. للاسف في اشخاص تماما ما بيتفاعلوا معك، ما بيستغلوا فرصه هي التطور، فهدول من الاشخاص للاسف في حال نحن طلعوا من الشركه فهو ما حتكون هي الخساره القويه، الا مثل ما قلنا اذا كان هو كي بيرسون قدرانين نوثق انه هو رح يرجع يتفاعل مع التيم، رح يرجع يكون عم بيقدم شيء حقيقي وايجابي، ما انه فيك يلا ليرجع. فكمان هدول الامور اللي بناخذها بعين الاعتبار كاتش ار. طبعا اكيد نحن لازم عن جد دائما نوعي الناس الموظفين الاتش ار كل الناس انه يكونوا حذرين بهذا الموضوع، يفكروا ألف مره قبل اي خطوه بالعالم، ولو انسحبوا من مكان يتركوه بود وبطريقة صحيحة. ما ضل إلا نشكرك، شكرا كثير لك، شكرا كثير للمعلومات الحلوة، وسعد صباحك. سعد صباحك.